اللي معانا كمان النهارده. الحقيقه الكنيسه القبطيه اطلقت اليوم 3 وثائق هامه جدا خاصه بالمراه والاسره خلال فعاليه خاصه اقيمت بالمقر البابوي بالقاهره ظهر اليوم لهذا الغرض، بحضور قداسه البابا تودروس الثاني ورؤساء وممثلي المجالس والمؤسسات المصريه والدوليه المعنيه بحقوق المراه والاسره والطفل وعدد من سفراء وممثلي الدول العربيه والأجنبية، إلى جانب قيادات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمكتب البابوي للمشروعات. جاءت الوثيقة الأولى خاصة بتنظيم الأسرة، بينما اختصت الوثيقة الثانية بختان الإناث، فيما تناولت الوثيقة الثالثة قضية العنف ضد المرأة. وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم مبادرة لدعم الفتيات والسيدات المكافحات التي يحققن إنجازات لأنفسهن ولأسرهن تحت عنوان هي تستطيع. واستضاف المقر البابوي بالقاهرة فعاليات إطلاق المبادرة التي تقوم على تنفيذها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالاشتراك مع المكتب البابوي للمشروعات. وكرم قداسة البابا تودروس الثاني مجموعة من السيدات كنماذج مضيئة، حيث استطعنا أن يتعلمنا في فصول محو الأمية واستكملنا المسيرة حتى حصلنا على مؤهل عالي، وكذلك التحقنا بوظائف وأصبح لهن الدخل ساعدنا به في تسديد احتياجات أسرهن. وكذلك أخريات قمنا بعمل مشروعات صغيرة بدعم من أسقفية الخدمات والمكتب البابوي وحققنا نجاحا كبيرا في هذه المشروعات. هاتفيا معنا القمص رفائيل ثروت كاهن كنيسة مرمينة فم الخليج واستشاري بأسقفية الخدمات العامة. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. نور واهلا بيكم، كل سنه وكلكم طيبين. وحضرتك بألف صحه وسعاده وخير، وكل المصريين دايما مسلمين ومسيحيين بيحتفلوا بكل المناسبات الوطنيه مع بعض كنسيج واحد واسره واحده. دايما بنتكلم على اهميه هذه المبادرات وهذه مجموعه من المبادرات التي اطلقتها الكنيسه الارثوذكسيه اليوم لدعم المراه المصريه. هل لحضرتك ان يعني تدينا مزيد من التفاصيل عن هذه المبادرات الثلاث؟ النهارده صراحة كان يوم مفرح جدا في الكنيسة، لأن الكنيسة قامت بفعاليتين، مش حدث واحد لكن حدثين. الفعالية الأولى كانت تكريم 30 امرأة من مصر كلها من أسوان لغاية اسكندرية، عبارة عن نماذج مضيئة كده لشخصيات قدرت فعلا إن هي تواجه تحديات كبيرة جدا في حياتها. كان دول طبعا 30 نموذج بس بسيط بيعبروا عن مجموع كبير جدا. احنا عارفين المرأة المصرية وقد ايه شخصيتها وقد ايه قوتها وقد ايه صلابتها. ال30 امرأة دول كانوا نتاج لعمل لأسقفية الخدمات معاهم، ساعدهم من خلال الأسقفية، عبارة عن الزراعة التنموي للكنيسة، بتقوم بعمل تنموي في بعض القرى المحتاجة وبعض الأماكن اللي محتاجة، وبتخدم المسلمين والمسيحيين في هذه المناطق من خلال محو الأمية، من خلال مشروعات اقتصادية، من خلال تحسين التعليم، من خلال توعية صحية. مجموعة من البرامج التنموية بتقدمها الكنيسة لكل أفراد المجتمع. النهاردة كرمنا 30 امرأة مسلمة ومسيحية بيعبروا عن نماذج مختلفة من اللي قدروا استفادوا من العمل دوت معاهم. ودي كانت الفعالية الأولى. والفعالية الثانية قداسة البابا دشن 3 وثائق هامين جدا جدا جدا، وثيقة عن تنظيم الأسرة، وثيقة عن مناهضة ختان الإناث، ووثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله. بالتأكيد دي رسالة قوية جدا، خاصة لما تطلع من قداسة البابا والكنيسة الأرثوذكسية. الرسالة اللي بيوصلها للمجتمع بتدشين هذه الوثائق الثلاث، الحقيقة رسالة هامة جدا، ان احنا بنؤمن بدور الكنيسة اللي هو جزء من المجتمع. الدولة الحمد لله دلوقتي ليها رؤية وليها فيجن اللي هي رؤية مصر 2030، فاحنا عندنا مشروع اسمه مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان. الحقيقة الدولة بتقوم بجهود عظيمة جدا في هذا المجال. الكنيسة بتساعد الدولة في تحقيق الهدف دوت من خلال دورها، واحنا شفنا ان الدور ده لازم يوثق في صورة وثائق تعبر عن فكر الكنيسة وفكر الكتاب المقدس، علشان ده يكون مصداقية كل الناس تشتغل على الارض مع الناس البسطة في القرى والغلابة، انه دايما بيسألوهم هو الدين رأيه ايه في الموضوع دوت. فلما يبقى في عندنا وثائق طالعة من الكنيسة بتوقيع قداسة البابا، دي بتدي مصداقية جدا جدا للشغل، وبيبين قد ايه فعلا أهمية القضايا اللي احنا بنتكلم عنها دي. الحقيقة 3 قضايا دول أعتقد إن هي قضايا هامة جدا لمصر،
وهامه جدا للمجتمع. يعني موضوع تنظيم الاسره ده انا مش بعتبره بس يعني بيهدد الاقتصاد البلد، لكن بيهدد الامن القومي كله يعني. فاحنا مؤمنين جدا بدورنا ككنيسه ان احنا نساعد الدوله في جهودها في هذا العمل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا القميص رفائيل ثروت كاهن كنيسه مرمينا فم الخليج واستشاري باسقفيه الخدمات العامه.